يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب على من سافر إلى بلاد أهل الكتاب، هل يجب عليه أن يسأل عن طريقة ذبحهم للذبائح قبل أن يأكل، أم يكتفي بكونها من ذبائح أهل الكتاب؟ إيش يقول؟ الحمد لله، الآن ما في بلد من بلدان الدنيا ما فيها مسلمون ولا فيها أقليات مسلمة، فيسأل الأقليات المسلمة في البلد الذي ذهب إليه عن اللحم الحلال ويشتري منه، وهو الغالب أنهم لهم مجازر خاصة للمسلمين والجاليات الإسلامية، فيسأل، والمراكز الإسلامية أيضا موجودة. نعم.